آخر يعني مشاركة لي كانت مع نادي الوحدة، هي اللي من بعدها يعني صارت ممكن أشياء غريبة. يعني أنا ممكن نادي الوحدة يعتبر نادي كبير، وطبعا شرفت أني كنت موجود معاهم وكلهم على العين والرأس، كل المسؤولين اللي في نادي الوحدة ولاعبين، لكن ممكن ما حصل اتفاقية مع في بعض الأمور، فهي اللي ما صعب أني أستمر معاهم. ويعني هذه آخر مشاركة كانت لي مع نادي الوحدة. يعني حصل كذا عروض من أندية بعدها، لكن ما الله كتب أن يكون في اتفاقية في بعض الأمور برضو، لكن الحمد لله مرزوق موجود وجاهز لأي عرض. يعني إذا جاء أي عرض إن شاء الله أنا ما زلت يعني أثق في إمكانياتي أني أقدر أقدم الشيء الكثير إن شاء الله. يعني في هناك إشاعات تردد أن مرزوق عتيبي اعتزل ترك الكرة. والله اللي يقول الشيء هذا هذا شيء راجع له. الحمد لله أنا أثق في إمكانياتي بعد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أن الله يكتب في المستقبل القريب أن يكون فيه ارتباط بأحد الأندية إن شاء الله. ابتديت من نادي الشباب من في عام 2011 من درجة الناشئين، كان عمري 17 سنة، الآن عمري يعني داخل على 34، والحمد لله يعني ما زلت قادر على العطاء بإذن الله. أي لاعب في العالم يعني مو بالنسبة لمرزوق يعني أو كذا لاعب، لا كل لاعبين العالم يعني لما ينتقلون لمرحلة جديدة، يعني من بعد انتقالي من نادي الشباب لنادي الاتحاد طبعا ما أخذت حقي يعني في المشاركة بالشكل اللي مفروض أني أشارك، فهذا شيء طبيعي يأثر. يعني دكة الاحتياط تأثر على مستوى اللاعب ونفسيته وأداء أو حساسيته على الكورة، فهذه من الظروف اللي كانت مؤثرة يعني على مستوى العطاء، لكن كنت يعني مقاتل ومصر يعني لدرجة كبيرة أني أقدم وأفعل. الحمد لله يعني رغم أني ما أخذت فرصة بالشكل المطلوب بشكل عام في نادي الاتحاد، لكن جميع المباريات اللي شاركت فيها الحمد لله كنت أقدم أفضل ما عندي. بالنسبة لي ما ندمت أني رحت نادي الاتحاد، لكن ممكن أنا ندمت على الوضع أني كيف يعني ما أشارك بالشكل المطلوب. لأن كان نادي الاتحاد قوي، يعني كان موجود فيه مهاجمين يعني حمزة إدريس، الحسن اليامي، وفي كذا مهاجم، كان في برضه محمد أمين، في كذا محترفين كانوا موجودين. الاتحاد قوي، أنا ما جيت أني أخذ فرصة في الاتحاد، جيت أنا أضيف للاتحاد قوة. هذا الشيء اللي كان ندمت عليه أني ما أخذت فرصتي ووضعي بالشكل المطلوب. بعد الاتحاد كنت رحت إعارة لنادي النصر، وبرضو في عارتي في نادي النصر، برضو نادي النصر أنا أحترم وأقدر كل من فيه بجماهيره مسؤولين بلاعبين، لكن نفس الوضع اللي شفته في الاتحاد أني برضو ما أخذ فرصتي بالشكل المطلوب. وهي معنى ما أسميها فرصة، لأني مو أنا اللي أبحث عن فرصة، أنا مرزوق العتيبي. لا والله أنا مو من عادتي اللي أتناقش مع سواء مدربين أو إدارة، خلاص أنا لاعب محترف أدي واجبي، يعني أحضر في وقتي المطلوب، أدي واجبي كلاعب محترف وأبذل كل مجهود، والشيء القرار الأخير لو الراجع للمدرب. يعني أكيد طبعا في أمور كثيرة تمر يعني بتأثيرات سواء على المدربين سواء في كل الأندية ممكن لها أثر كبير، لكن كلها ما تهمني لأني أثق في قدراتي. طيب كابتن، النصر يعني بعد مرحلة النصر كابتن، يعني برضو هل ندمت كابتن على النصر؟ لا أبدا والله ما ندمت، يعني نفس نادي النصر برضو نادي كبير ولي الفخر أني ارتديت شعار نادي النصر، لكن ندمت على الوضع اللي صاير في نادي النصر، أني ما أخذ أنا مرزوق العتيبي ما أخذ فرصتي بالشكل المطلوب. هذا شكل شيء أندم عليه، لأن كان بودي أني أسعد الجماهير العريقة لنادي النصر اللي رغم ظروف نادي النصر وبعده عن البطولات جماهير حابته ومتواصلة معه، وهذا شيء صراحة يشكرون عليه جماهير نادي النصر. في أشياء واضحة كثير يعني ما يبغى لها يعني أي كلام. يعني أكبر دليل يعني ممكن في الاتحاد رغم محبتي في اللاعبين وفي المسؤولين اللي مريت عليهم وفي الجماهير سواء في الاتحاد أو في النصر، لكن أكيد في أشياء واضحة يعني أن في تأثيرات قوية يعني. طيب على المدربين الآن كابتن، وش الوضع الآن كابتن؟ يعني بعد مرحلة النصر كابتن وين توجهت؟ بعد النصر توجهت نادي الوحدة، والحمد لله قدمت عطاءات طيبة، يعني برغم أني كنت بعيد عن اللعب في الأندية. بعد نادي النصر يعني ممكن توقفت لمدة سنة
بعد كذا رجعت زاوية تمارين خاصة لي وشاركت مع نادي الوحدة وأديت يعني مباريات كويسة، لكن برضو في أشياء غريبة حصلت ما أدري وش هي، أنا كان صعب إني أستمر فيها. ليش كابتن الظروف كلها يعني تحوم حول مرزوق العتيبي؟ أكيد في عامل مشترك، في شيء غلط صاير يعني في الشباب، كنت ماشي كويس بعد مرة من الشباب بدت. والله هذا الشيء اللي أنا مستغرب، أقول الله أعلم يعني وش، لكن أنا أقول المفروض يعني اللي عنده شيء لمرزوق يجي ويواجه مرزوق أو يكون رجل فعلا ويقول أنا ضدك يا مرزوق، ما رأي يسوي أشياء من تحت لتحت. طيب مرزوق الآن يعني لو ترجع للساحة يعني بتقدر تخطف الأضواء كابتن؟ تقدر ترجع مرزوق العتيبي زمان؟ والله مرزوق العتيبي هو مرزوق ما تغير سواء بكورة أو بدون كورة، لكن إن شاء الله أنا عندي ثقة كبيرة في نفسي وفي إمكانياتي إني أقدر أعدي وأخدم الفريق اللي راح أشارك بإذن الله فيه.